للأسف عيسى مندي لاعب منتخب الجزائر وفياريال يضيع ضربة جزاء ويخسر السوبر الأوروبي مع فياريال ضد تشيلسي بركلات الترجيح. عيسى مندي شارك في الأشواط الإضافية وللأسف أضاع ضربة الجزاء الذي سددها. هارد لك يا محارب، هارد لك يا بطل، إن شاء الله تتعوض في المقابلات القادمة بداية موسم لا أكثر ولا أقل. إن شاء الله يكون موسم قوي بالنسبة للمحترفين العرب والجزائر في الدوريات الأوروبية.